أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: ماذا يفعل من لا يخشع في الصلاة، وهل تكون الصلاة مقبولة؟ الصلاة لا يؤمر بإعادتها لأنه صلى، ولكن الخشوع هذا ليس من شروطها وأركانها وواجباتها، إنما هو روحها. ألا تقبل صلاة بغير خشوع أو حضور قلب؟ لا تقبل بغير حضور قلب، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وعليه أن يتجنب الشواغل التي تشغله عن الخشوع. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضر الطعام أن يشغله، نهى عن أن يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، لأنها شواغل. فعلى الإنسان أنه يدخل الصلاة وهو فارغ البال وفي مكان وزمان مناسب لراحته في الصلاة.